الأمهات والأبهات، نجي كنشكرهم، كنشكر البلدية بالناس ديالها الكبير والصغير اللي انت والدكار، البلدية ولا ولا المدارس ولا المؤسسة ولا المديرات الأساسي ديال كلشي كنشكرهم، خسر خيرهم الله يخلف عليهم. جاتهم قاصحة وخايفين على وليداتهم، وكل واحد ولا خايف، الناس ولاو كيشعروا بالخوف بزاف، الناس الوليدات ولاو كيبكي ولاو كيخافوا، كيقول لك المرأة كتقول لك أنا بنتي مبغاتش تجلس لي مع بواتها، مشيت نتسخر حتى للسوق. بنات الولاد العيالات كيجيو يتشكاو، كيقول لك الوليدات ولاو كيخافوا كيشعروا بالخوف، كيشعروا بالخوف بزاف. وهذا الشيء يا سيدي راه ما يبغيه لا ربي ولا عبدو. وانا سيدي شحال نقول لك، اللهم لك الحمد والحمد لله، وانا كنطلب الله معام بنتي ما يجرى لها والو، ما تصدمش واللي لاباس عليها. انت اللي تاثرتي بزاف، لان انت اللي ربيتي الوليد. انا اللي تاثر عليا بزاف. ملي كان عنده عامين وديك الشيء وعايش معاك. ملي كان عنده عامين ودابا عنده سبع سنين، يعني بقى معك خمس سنين وانت مربيه يعني بحال خمس سنين هو معاك. بحال الويده ديالو يعني. خمس سنين. كيفاش كانت العلاقه ديالك معاه؟ هي طرد الحليب باقي لدابا انا كنت كنديرو له. ما عمر حيت لي طرد الحليب من نهار اللي بقى مني حد الرضاعة اليما وانا. كنتي مهليه فيه بزاف يعني كتبان. مهليه فيه كثر من الحساب. ها الحوايج ديالو صورناها من البراكات ديالو 10 البراكات ديالو. ودابا انت ملي وقع لك هذا الشيء باش كتحس يعني شنو هو الاثار ديالك؟ كنحس سيدي اثر عليا وكثر من شفته في السبيطار. اش كطلب الوالده؟ اش كطلب؟ اش كطلب؟